مرارو عمي عمي تبع فنزويلا لساته عايش هذا؟ ولك اي اي عايش ولا اسعار، يعني لو ما كان عايش كون بعت لكم مكتوب. راح ببالي بلا فوت الله فوت. لا والله لا والله يكثر خيرك عمي اسعار، بدي ارجع على الدكونه تونك زهره لحالها بخوف تخلص على الراحه والبسكوت. لك عمرو لو بينك وبينها عيب. مع السلامه روح. عمي ما تنسوا تخبرونا شو بعت لكم عمكم بالمكتوب. امرك اوامر حاضر حواضر. خبرك عمي من خبرك. تعرف 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 شوف 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 شو معي بالمكتوب. يلا بعد عمي من فنزويلا بعد اليوم علي لحالة لك عزان لك دقيقة لا يفتح. اسمعوا ولدنا الحبيب. نعم. والقمر الذي عن عيني لا يغي. أنا أسعد ابن أخوي الغالي. سلام سليم أرق من النسيم أبعثه لكم مع الأسي. هلا ولدنا الحبيب وصلت بي العمر إلى فترة متقدمة ولا ولد عندي ولا تلد، حيث أني بدلت 7-8 نسوان ولا واحد جابت لي خلاف، طلعوا كلهم ما بيجيبوا أولاد، ولا أحد غيرك يستحق هذه الأملاك اللي ما بتاكل النيران. العمى برجوازي هذا يا أخوي، يعني هاد الشغلة منيحة ولا ما منيحة؟ لك شو منيحة ولا يا أختي؟ البرجوازية لسه أرزل وأداء رقبة من الإقطاعية، الإقطاعية بتمص دم الفلاح، البرجوازية كيف بدي أقول لك إياها يعني بتمص دم العامل والفلاح سوا، وبتجي فوقها الرأسمالية، الرأسمالية بتمص دم فئات كل الشعب بكل أصنافها، وبتجي فوقها الإمبريانية، الإمبريانية بتمص دم الأخضر واليابس. ولك إن شاء الله خفاش مأكلة بيمصوا لدمك مص إلهي، شو بدك تعدلنا العيلة كلها ولا؟ أكفي كفي قراية المكتوب خلصنا بقى. لا؟ أنا عم تتصرف علينا يا عيب الشب بلع. لا ولا لك لهالأمة الصراط علي، أنا عم بتنصت عليكم ولا؟ معي بعليك هيك تفكر اتصلتكن عالي، شو بعملكن يعني إذا كلامكن طار ورفرف هيك بهالهوا وفات ببخش دوني؟ كفي كفي سليم كفي. اغتصعك كفي بلع كفى. اسمع صهر اسمع، ولذلك في أقرب فرصة بدي زورك وجيبك لعندي مشان تدير بالك على هالرزق اللي هو إلك مثل ما هو إلي. عيد ابلع شو هي مش هالرزق شو قال بالضبط بدك؟ لك قصده تدير بالك على هالرزق اللي هو إلك مثل ما هو إله. خلاص حاجة فهمت عليك فهمت عليك فهمت عليك فهمت عليك. الله يفجعني بهالعيلة. عيلتي؟ لا عيلتي أنا هالمرة، بيت أبو خميس، أما بعيونهم شو جرى بيع، إنه شو كان صار لواح منهم، سافر وتغرب هيك بفنزويلا، وتجوز له شي وحدة ما بتجيب أولاد، وصار عنده رزق وبعت ورانا مشان ندير بالنا على رزقه، آه شو كان صار؟ لا جودة ولا، أنت ليش عينك ضيقة؟ آه؟ يعني وإذا صار عنده عم بفنزويلا صار أحسن يعني؟ آه صار أحسن، صار أحسن، كيف ما بده يصير أحسن؟ بكرة عمه بيبعت وراه على فنزويلا، بيروح لعنده وبصير يلعب بالمصاري لعب، وأنا مثل الجربوح، مثل الكلب الجعاري، قاعد هون لحالي إيد من ورا وإيد من قدام، العمل قرش، بده معاملة، بده حين ومين لحتى يفوت عجبتي بالموسيقى. بس بتعرفي؟ أكيد كذاب. مين كذاب؟ ولك أسعد أكيد ما عنده حدا بفنزويلا يبعت له مكتوب، أكيد هالمكتوب شوي بالغلط. ولك كيف بالغلط؟ آه كيف بالغلط؟ ليش مو مكتوب اسمه بالرسالة؟ أبس لحاله يعني اسمه أسعد بأم الطنافس، أبأم الطنافس لحالها فتلات أربع سعادين غيره يعني. أي بس وخرشوف كمان؟ أي وخرشوف كمان، يعني ما في بيت خرشوف غير بأم الطنافس؟ بيكون شي واحد توني اسعد وخرشوف وما من ام الطنافس، قام راح له هالجحش البريد بالغلط، شو مفكره البريد تبعنا بريد فنزويلا بريدنا. ارجع رالي شو كاتب عن الخيل، ارجع رالي شو كاتب. كما انه عندي 4 مسارع خيول ما بطعميه غير الموز. حلا العمى شو قلت هالوجدان ولا؟ فقراء العالم عم يموتوا من الجوع وهو عم يطعمي الخيول موز. شبك 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 ولا اخوي شبك شبك، شو دحشك انت فقراء العالم؟ ابوان اللي خلفهم يعني؟ خلص بدي اسكتي انت، ولا استنقم عيب علي، هلا كل الفقيرين اللي ماتوا بالعالم بدك تحطهم برقبة عمي، ما عيب هالحكي. لك ما هو لحاله لو صهري، هو وكل امبريانيات العالم معه. المهم هلا قلي شو كذا في عنده معامل؟ قلي لي شوف المعامل.
اسمعوا